يا سادة، صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسره، بنتلقى عليها أسئلتكم من بركة، وبنكون دايما مع بعض، دايما مع بعض في مجالس العلم والنور والبركة. ونبتدي مع حضراتكم، ناخد أول سؤال ومعانا الأستاذة أميرة من الجيزة. أستاذة أميرة، السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ بخير والحمد لله. أسأل حضرتك، هي عمليات الفيوز اللي هي بتاعت الأسنان حرام ولا حلال؟ تاني ايه؟ هو أنا عندي فراغات في أسناني. لو عملت عملية الفيوز هتبقى حرام؟ يعني هتعملي غطاء للاسنان ولا هتضيفي ولا هتركبي سنه ولا هتعملي ايه؟ هي بتبقى ماده شفافه بتتركب فوق السنه. لا، ما فيهاش اي حاجه دي، ولا تمنع من صحه الوضوء ولا اي شيء. يجوز ان انت تعمليها وده حلال، لان احنا لسنا مطالبين في الوضوء ان نغسل داخل الفم. انا عارف ان انت بتسالي حرام ولا حلال عشان هل هتأثر في صحة الوضوء ولا لا؟ مش هتأثر في صحة الوضوء، ويجوز ان انت تعمليها سواء كنت متزوجة او مش متزوجة، لان في الحقيقة كل ما يتعلق بإعادة المظهر الى الخلقة المعتدلة ده جائز وليس فيه شيء ان شاء الله. استاذ عبدو يتفضل من الجيزة. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ عبدو. والله كان عندي سؤال، عند سؤال لحضرتك صغير وطلب. اتفضل. كنت يعني كنت بسألك تدعي لي انا واولادي بالشفاء، ادي اول حاجه. ربنا ان شاء الله يجمع لكم بين تمام الاجر والعافيه ويحفظكم من كل مكروه وسوء. يا رب يا رب. وكنت لي طلب صغير بس حضرتك، دي واحده. كنت والله انا يعني في قرض الشفاء بتاعت تدعي لي زي ما قلت لك، كنت بطلب يعني مقابل السادة الله يسعدك. طيب يا سيدي، الطلبات دي يا سادة، يعني الطلبات دي فيها ليها منافس، ومنافس دي متاح ولازم نسعى إليها ولازم نحافظ عليها، وكل الأمور دي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر بيها ويجعلها إن شاء الله في حياة راضية مرضية إن شاء الله. يا سادة، إحنا لما بيجينا بنتكلم على مسألة الاقتراض والاقتراض المتكرر ده، إحنا في الحقيقة الاقتراض المتكرر ده ما اضطرناش نتكلم عنه غير لما لقيناه مسألة استفحلت قوي. استفحلت ليه؟ لما احنا بنتكلم على مسألة ان الشخص لما يجي يتعامل مع البنوك، فالتعامل مع البنوك عن طريق التمويل، تمويل لمشروع او تمويل لشراء سلعة او تمويل كمان لخدمة، ده جائز. مش معنى كده ان الناس يسرفوا مثلا في استخدام كريدت كارد. يا جماعة، لازم ببساطة خالص ان احنا لما نيجي نتعامل على قدر الاحتياج. هل الاستعمال ده يمكن ان يكون فيه اسراف؟ نعم، ممكن يكون فيه اسراف، وعشان كده لازم نخلي بالنا من ان احنا نقع في هذا الاسراف. فيؤدي هذا الاسراف الى ايه؟ فيؤدي هذا الإسراف إلى أن احنا نغرق أنفسنا في الديون. خلوا بالكم من فكرة الإغراق في الديون دي، لأن هي فكرة في الحقيقة لازم نعتبرها في حياتنا. نعم، أستاذة مين؟ أستاذة هيا. أستاذة هيا تتفضل. أستاذة هيا، أستاذة هيا، طيب أستاذة هيا تحاول تكلمنا مرة تانية. أستاذة شريهان تتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا فندم؟ فضل ونعم الحمد لله. هو أنا عندي مشكلة كبيرة جدا. أنا وجوزي كنا بنحب بعض من 16 سنة، اتجوزنا بقالنا حوالي 10 سنين. دخلت في حياته واحدة منها لله، واكتشفت وانا ساعة الكورونا، انا كنت تعبانة جدا، واكتشفت ان هو بعد ما خفيت من الكورونا ان هو خاطب وان هو عايز يتجوزها. كلمت مامتها بكل احترام، لان جوزي موظف على قد حلو، احنا غلابة جدا وعايشين الحمد لله كويسين، يعني ربنا يوسع عليكم ان شاء الله. الله يخليك. فكلمت مامتها بأدب واحترام، مش هينفع جوزي يفتح بيت تاني، وانا كلت معاك وعيش وملح، ورحت عيد ميلاد بنتها.
البنت دي اللي جوزي عارفها مطلقه، رفع خلع على جوزها خلعته ومعها بنوته. السؤال استاذه شريهان، السؤال دلوقتي جوزي طلقني غيابي علشانها، بعد ما قلت له خلاص وافقت ان هو يتجوزها، فوجئت ان هو بعديها على طول طلقني غيابي. قعدنا سنه متطلقين ورجعنا. بعد ما رجعنا برضو هي فضلت وراه لغايه دلوقتي وراه، طفشته تاني من بيته بعد ما رجعنا. انا لما يعني طلقت خليته يسيب بيت، يسيب البيت معاكي ومع الاولاد. باب البيت دلوقتي برضو بتتصل بيا تشتمني وتهزقني وتقولي هاخده برضو منك. السؤال يا استاذ شريهان، السؤال دلوقتي انا 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 عايزه يعني، هم ظلموني، هم ظلموني، جوزي ظلمني وهي ظلماني، وانا طيب معايا بنت وولد. سؤالك ايه الحل؟ ايه الحل؟ انا اعمل ايه؟ انا نفسي يعني انا بدعي عليهم ليل ونهار، انا بحاسبن عليهم، بحاسبن على جوزي. طيب اقول لا اجاوب على حضرتك واقول انا لك نفسي الحل. ربنا يريحني من اللي انا فيه، هو ظلمني وظلم عيالي. اجاوب على حضرتك يا استاذ شريهان. بص يا استاذ شريهان، اولا انت بتتكلمي وانت متقبله ان انت تبقي زوجه وزوجك متزوج وتزوج امراه اخرى. المساله لازم تكون واضحه، حالتك النفسيه دي مش هينفع معاها حل، فانت لازم تغيري حالتك النفسيه دي. انت بتقابلي زوج بتدعي عليه وعايزه تعيشي معاه، ما اظنش ان في حد عاقل في الدنيا يقولك ان انت كده الدنيا هتتحل. يعني يكفي بس ان الاولاد يقولوا لابوهم ان ماما بتدعي عليك. ففي الحقيقه يعني انت لازم يبقى عندك قرار ان انت هتصلحي العلاقه بينك وبين زوجك. طبعا انا لما اجي اتكلم ده يجي يقول الناس اللي سمعاني دلوقتي انت هتيجي عليها، انا مش جاي عليها ولا حاجه خالص، انا بحاول اساعدها، هي اللي طالبه، هي اللي طالبه المساعده. ما تحاولش انت عشان انت تحاول بقدر الامكان تبقى نصير المراه او اي حاجه تفسد على واحده عايشه حياتها وعايزه تعيش حياتها. فتعمل ايه بقى؟ انا شايف ان انت محتاجه ببساطه خالص تقعدي مع زوجك قعده طويله وتقولي له انا عايزه نعيش مع بعض حياه حقيقيه، فتعالى نقول احنا هنعيش مع بعض ازاي، بعيد عن فكره الزوجه الثانيه خالص وكانها مش موجوده. ليه طيب؟ لان طول ما انت مركزه معاها ومركزه معاه ان هو عنده زوجه ثانيه مش هيحصل ابدا. ونكمل ان شاء الله ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلتكم المباركه اللي بتخلينا دايما في بركه وفي نور وفي مدد من الله سبحانه وتعالى، ومعانا الاستاذ محمد. استاذ محمد، السلام عليكم سيد الشيخ. بخير الحمد لله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النعمه نعمه الحمد لله دايما يا رب دايما. اتفضل يا استاذ محمد. حضرتك انا كنت يعني انا ما كنتش بصلي، بس الحمد لله بقيت بصلي بقالي فتره دلوقتي. نعم. ماشي، بس يعني في حاجه عندي مش يعني انا مش حافظها، اللي هي التحيات. فانا التحيات يعني بقرا مكانها الفاتحه، هل يجوز ولا ما يجوزش يا شيخ؟ طيب لغايه ما انهي جزء في التحيات؟ الجزء الاخير ولا الجزء الاول؟ لا هي كلها مش حافظها بصراحه. طيب احنا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي ماذا تقول في صلاتك، قال اسبح واحمد واذكر واني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ، قال حول ان ادندن. فاذا اذا كنت انت لغايه ما تحفظ التحيات وتحفظ التحيات وخاصه من اول التشهد لغايه مع الصلاه الابراهيميه هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الجزء ده تحاول تحفظه، يعني النهاردة تحاول تحفظه واستمر في مسألة إن أنت تسبح وتحمد في التشهد الأخير لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتحفظ إن شاء الله. طيب لنفترض إن أنت ما عندكش قدرة على الحفظ، استمر وإن شاء الله صلاتك تكون صحيحة يا سيد محمد.
خلاص خلاص يا سيد محمد. طيب اتفضل استاذه فاطمه. تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه فاطمه اتفضلي. ربنا يخليك. كنت عايزه اسال حضرتك بس، انا كان عندنا قطعه ارض صغيره 10 قراريط يعني لورثه، بس هو في واحد بيزرعها وبعد ما بيطلع المحصول بيشيل كل المصاريف اللي صرفها على الارض وبيقسم الباقي بالنص. هل ده يبقى عليه زكاه مال؟ انت دلوقتي مش انتوا اللي بتزرعوا الارض؟ لا، هو اللي بيزرع الارض. وانتوا حكومكم دلوقتي حكم اللي مأجر الارض. فانتوا مأجرين له الارض كده مش كده؟ يعتبر بقى كده، هو يعني هو اللي بيزرعها وهو اللي بيحاسبنا في الاخر بيدينا الجزء ده. سؤالي انتوا اللي بينكم وبينه ايه؟ ان هو اجير ليكم بيزرع لكم الارض؟ هو اللي ماسكها وهو اللي بيزرعها. يا ستي خليكي معايا بس يا حاجه فاطمه، حاجه فاطمه، هو بيزرع لكم الارض ولا هو مأجر منكم الارض وبيديركم جزء من المال اللي هو بيطلع من الارض ده كاجره؟ هي مفيش عقد ولا حاجه، هو بيننا وبينه كده. ايوه حاضر حاضر، انا بسالك انتوا بينكم اللي بينكم ايه؟ اللي هو بيزرع لكم انتوا الارض ولا هو بيزرع عليكم وبيديلكم نص الفلوس دي ايه اجره الارض؟ ده سؤال مهم لازم نعرفه. يعني هو بيزرعها لنا وبيدي الباقي اللي بعد ما بيشيل المصاريف بيقسمه بالنص بيننا وبينه. خلاص، يبقى الارض ده هو بيزرعها لكم. وبيبقى الفلوس اللي هو بياخدها دي اجرته جزء من مصاريف الارض، الفلوس اللي بتطلع بقى اللي فاضله بعد التكلفه دي كلها هيطلع عليها ان شاء الله زكاه اذا بلغت النصاب، ويطلع على الفلوس دي بالنسبه للارض دي هيطلع عليها بما ان انتوا نصف العشر ان شاء الله لان انتوا بتستخدموا فيها الالات. نعم. خلاص؟ مين معانا؟ استاذه هيا تتفضل. رجعت تاني استاذه هيا اتفضلي. استاذه هيا. حضرتك سامعني؟ استاذه؟ يبدو ان في مشكلة عندها في التليفون لو سمع. ايوه يا دكتور. الو. اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك. ازاي حضرتك يا دكتور، عامل ايه؟ نعمة وفضل الحمد لله. الحمد لله. دكتور انا مامي عندها 85 سنة ونص وكده. طبعا هي كانت مداومة على الصلاة باستمرار والصيام وكل حاجة. فهي الأيام دي جالها بداية زهايمر، يعني بتنسى. فأنا دايما بحاول أفكرها طبعا بالصلاة وكده. فللأسف لما بتقعد بتصلي أحيانا بتلخبط في الصلاة. فأنا لما باجي بقول لها أو بلفت نظرها بتزعل وبتغضب، وهي المفروض نفسيا ما تبقاش زعلانة أو غضبانة. وأحيانا حتى أقول لها يلا ماما نصلي تقول لي أنا مش قادرة أقوم. فأنا بسأل حضرتك هل هي في ظروفها الصحية دي عليها مثلا مع ذنب؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت لما تيجي تذكريها ولما تيجي تساعديها بالمقدار اللي هي تستطيعه. فهي إذا كانت بتوصل لحد إن هي تضطرب نفسيا فالاضطراب النفسي ده يأثر عليها، انت ذكريها بالهدوء. والافضل طريقه للتذكير ان انت تعملي اللي انت بتعمليه ده قدامها، ما توجهلهاش كلام، لان هي لما بتوجهي لها كلام هي بتحس ان هي وكانك انت بتبيني ضيقك منها وزعلك منها. انا عارف عشان كده بقول لحضرتك انت حاولي لما تيجي تذكريها، لو انت عايزه تذكريها بما يسمى بالتمثيل، ان انت تعملي الكلام ده قدامها كأنك انت بتعمليه، وهو ده الطريقة المثلى والطريقة الصحيحة ان انت ممكن تعمليها معاه. لكن ما تعمليش ايه، ما تحاوليش بقدر الامكان ان انت تعملي ايه، ان انت تحاولي بقدر الامكان ان انت تضغطي عليها. ممنوع ان انت تضغطي عليها باي حال من الاحوال، لان هي دلوقتي مريضة وعندها رخصة بان هي يتعامل معها بهذه المعاملة التي مليئة باللطف واللطافة. خلاص، لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خلاص، واضحه يا ست هيا؟ فاعملي كده. استاذه ام احمد من اسوان تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك دكتور؟ نعمه وفضل الحمد لله. انا متابع حضرتك والله على طول. ربنا يحفظكم ويزيدكم خير، اهل اسوان احبابنا. الله يخليك. انا والله العظيم مشكلتي ان انا متجوزه ليا 20 سنه. طيب اقول لحضرتك حاجه حاج ام احمد، ممكن بس حضرتك تتكرمي عليا وتوطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟
يلا اتفضلي. انا متجوز والله بقالي 20 سنة. نعم. وبعد كده حصلت مشكلة يعني واخذني من الاولاد وطلقني. طيب يعني خد الاولاد منك وطلقك. اه. وبعدين؟ وانا عايز ارجع للاولاد البيت وكده يعني مش عارفة اعمل ايه. كويس، هو سبب الطلاق كان ايه؟ مشكلة يعني بسيطة، غلطة يعني غلطتها بسيطة بس ما تستاهلش الطلاق يعني. يعني أنت غلطتي فيه فهو تعصب فطلقك. آه. طب هسألك سؤال كده بيني وبينك، بس هل أنا بيني مشكلة بيني وبين إخواتي يعني ممكن تكون سبب. طيب يعني أنت بتقولي إن هو تلكك لك ولا لأ؟ ممكن. آه. طيب يبقى احنا محتاجين حد يتدخل، حد كبير يتدخل. تدخل والله كتير والله. طب استني بس ادي بالك بس، ما اصليه المساله بدل فيها تلككه يبقى هو دلوقتي الحاله دي على كيفه، يعني هو مبسوط بيها. احنا دلوقتي بنتكلم عن حد طلق حد واحنا عايزين نرجع الحد ده للحد ده، فيبقى الحل هو الوساطه. اتعلمنا ده منين؟ من حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل كده مع مغيث. هو اتطلق خلاص، انفصل عن بريرة، تم تفريقه عن بريرة لأن هي خلاص بريرة بقت حرة، فتم تفريقه. فإيه اللي حاصل؟ فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم راح توسط لها. فالحل في الحالة بتاعتنا دي التوسط، إن يجي حد كبير ليه تأثير عليه ويتوسط عنده، ده الحل الأثير، ده أفضل حل. لكن أنت مش هينفع إن أنت تروحي تتذللي، ده مش هو ده الطريقة الصحيحة. لكن الطريقة الصحيحة إن أنت تعملي إيه؟ تشوفي حد له تأثير عليه يكلمه لكي يجمع شمل الأسرة، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك وده يحصل ويحصل كل خير إن شاء الله. يا سادة، إحنا اتكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا جدا ونصحنا الناس فيها، خلوا بالكم بلاش الاستدانة الكثيرة، لأن الاستدانة الكثيرة تفضي إلى المهانة. وكل ما الإنسان وسع رزقه وكتر كسبه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك له، وان شاء الله يبارك لكم ويوسع عليكم ارزاقكم، وان شاء الله يجعلنا كلنا في سعة وفي بركة وفي نور وفي فضل. يا رب نسألك مددك ونسألك رزقك ونسألك بركتك، اجعل بيوتنا في امانك واجعل بيوتنا محل نظرك، فاملأها يا مولانا بالمدد والبركة والسعة يا كريم يا ودود يا رب العالمين.